السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل فورم بسيطة جدا كتدريب على اللي هو إن إحنا نفكر الأول ونقسم الشكل بتاعنا وبعد كده نبدأ الكود. طيب إيه بقى الشكل اللي إحنا هنعمل زيه؟ إن شاء الله هنعمل زي الشكل اللي قدامنا ده، اللي هو عبارة عن صورة والفورم بتاعتي على ناحية الشمال. طيب إحنا هنمشيها واحدة واحدة ونقسم شغلنا واحدة واحدة، وإن شاء الله يكون واضحة بالتدريج كده بإذن الله. طيب ولا هنفترض ان الصفحة دي كده دي عبارة عن صورة الصفحة مثلا ويدث 100% والفورم محطوطة في نص الصفحة، هنفترض كده وهنشتغل على الأساس ده. طيب جميل، أول حاجة يبقى محتاجين نعمل حاجة ديف مثلا ونحطه في نص الصفحة اللي هو هيشمل الصورة والفورم وكل حاجة دي. محتاجين حاجة هنحطها في نص الصفحة، حلو أوي. هنروح نعمل الحاجة دي بقى، هقول له أعمل ديف وليكن كلاس مثلا، وليكن هنسميه الكونتينر مثلا او الكونتنت ايا كان. احنا عاملين اهو ملف HTML وعاملين ملف CSS او الشغل بتاعي، عاملين فولدر لل CSS وحاطين فيه ملف ال CSS، وادي ال HTML وادي الصور. ممكن احط هما صورتين بسيط جدا، ممكن احطهم في الديسكريبشن مفيش مشكلة بإذن الله. طيب حلو، ادي الديف اللي عملناه، نروح لل CSS نظبطه بحيث يكون في نص الصفحة. هقول له الكلاس اللي انت مسميه، احنا مسميناه كونتنت اهو، هروح انده عليه اقول له الكونتنت ده وليكن هدي له ويدث معين 900 بكسل مثلا، وعايز اوسطنه في نص الشاشه. ايه الحاجه الخاصيه اللي بتوسطن في نص الشاشه؟ مارجن اوتو. يعني ايه مارجن اوتو؟ يعني المارجن من ناحيه الشمال يكون قد المارجن من ناحيه اليمين، فتلاقي هوب العنصر محطوط في النص على طول. هنتاكد من الكلام ده، هعمل كده بقى الجراوند كاتيست وادي له هاي مثلا، اقول له الهاي بتاعك 200 بكسل مثلا، واشوف الشكل هسيف اهو واروح افتح الصفحه عندي اهو بالظبط كده. الديف عندي لونه برتقاني اهو، لونه برتقاني ايا كان اللون ده، والمسافه اللي على اليمين قد المسافه اللي على الشمال، فتوسطن بالظبط بالمارجن اوتو. لو شلت المارجن اوتو او شلت دي خالص هتلاقي بدا عادي كاي صفحه بتفتحها يبدا من ناحيه الشمال اهو، تمام جدا. لكن انا بقول له مارجن اوتو يعني توسطن في نص الصفحه، حلو. بس واضح ان في مسافات فوق كده الابيض ده انا عايز اشيله خالص، فببساطه تروح تقول للبادي ان المارجن بتاعك زيرو، هو معمول له مارجن ديفولت 8 بكسل، انت تقول له زيرو، تقول له زيرو، ادي ريفرش فيبدا من فوق خالص. جميل جدا. احنا عايزين الهاي بقى بتاع الديف ده، مش احنا واضح ان في الصوره هنا الهاي 100%؟ خلاص قول للديف اللي هيشيل كل الليله دي كلها اللي هو الديف ده، قول له الهاي بتاعك 100% عشان يشغل الحجم كله، يعني الارتفاع كله بتاع الصفحه. ادي ريفرش فشغل فعلا الحجم كله. جميل، احنا هنشيل اللون نخليه بوردر بس كده عشان نحط فيه الشغل بتاعنا عشان يعني يكون واضح، يعني 1 بكسل سوليد مثلا اللون الاسود، وادي ريفرش تمام جدا. والبوردر البوردر الواحد بكسل ده اتزود على الهاي، فعشان كده ظهر الايه؟ ظهر اللي اسمه ايه ده؟ السكرول، مش مشكله عادي. جميل، هنيجي بقى نشوف الدنيا دي متقسمه ازاي. ببساطة الجزئية دي متقسمة حاجتين، ديفين يعني، ديف واخد الجزء اللي على الشمال وديف واخد الجزء اللي على اليمين. طيب حلو، يبقى الديف ده واخد مثلا، ولا هنفترض ان هو الويدث بتاعه مثلا 40 بكسل، والويدث بتاع الصورة ده الديف اللي هيكون في الصورة ده 60 بكسل. طيب حلو، يبقى ده 40 وده 60، عايزين بقى نجيبهم جنب بعض عشان ده هيكون على اليمين وده على الشمال. فببساطه نستخدم خاصيه الفلوت، هقول للديف اللي هو واخد 40% ده فلوت ليفت، واقول للديف اللي هيكون في الصوره فلوت رايت. نيجي نعمل بقى الشغل الديفين دو، هنيجي نعمل في الديف الكونتنت اللي هيشيل الليله دي كلها ديفين، هقول ديف كلاس وليكن هعمل هنا اللي هو احط فيه الفورم هسميه ذا فورم، والديف الثاني هقول له مثلا ذا ايمج عشان يكون كل حاجه على نفس الاسم يعني. يبقى ده الديف اللي هحط فيه الفورم بتاعتي اللي دي والصور وكل حاجه، ودي الديف اللي هحط فيه الصوره. تعالوا نعمل الديف اللي هنحط فيه الصوره، او قبل ما نعمل الديف نظبط الاول السي اس اس بحيث ان ده نخلي الويدث 40 ونحطه على الشمال، وده ويدث 60 ونحطه على اليمين. هقول له ذا فورم انت الويدث بتاعك هيكون 40%. طب ال 40% من كام؟ من الاب بتاعه اللي شايله، مش الكونتنت ده هو اللي شايل الديفين دول. جميل، فانا بقول له هات 40% من ال 900. جميل، واقول له الهاي مثلا، انا عايز الهاي برضو يشغل نفس الحيز، فاقول له 100% نفس الصفحه بالظبط. جميل، تعال نعمل تيست كده كباك جراوند مثلا اي اي واشوف الشكل قدامي. ادي ريفرش فعلا اهو،
30% و40% والهاي 100% واللون اي اي. جميل. هنيجي نعمل الديف الثاني اللي انا مسميه ذا ايمج كلاس ذا ايمج، هقول له ويتس بقى الباقي، الباقي من ال 40 هيبقى 60%، وهقول له الهاي برضو طبعا يكون 100%، واقول له باك جراوند مثلا الاي اي اي، وادي ريفرش. لاحظوا بس، لاحظوا ظهر فين، لاحظوا ظهر تحتيه عشان ده طبعا الفلو بتاع الصفحه كل حاجه تظهر تحت بعض. جميل اهو، ده الديف الثاني ظهر تحت الديف الاولاني عشان مرتب الصفحه كده. حلو، بس انا مش عايز كده، انا عايز الديف ده يكون هنا على اليمين. فببساطه تقول له ايه، تقول له لكل واحد بقى الفلوت بتاعه يعوم ناحيه كذا. انا عايز اجيب الفلوت ده ناحيه اليسار فاقول له فلوت ليفت، عايز الديف ده يكون ناحيه اليمين فاقول له فلوت رايت. ادي ريفرش، هتلاقي فعلا الاثنين جنب بعض، ده واخد 60، ده واخد قصدي 40، وده واخد 60. حلو الكلام. هنيجي بقى نحط الصوره بتاعتنا في الديف ده، مجرد بس صوره. هاجي اقول له الايمج بتاعتي السورس بتاعها من فولدر الايمج، صوره الايمج دي انا مسميها ايمج. حلو الكلام. اقول له الت مثلا اللي هو الالترنيت تكست، يعني اللي هيظهر لو الصوره ما اشتغلتش. اقول له مثلا هنا ايمج مثلا، ده هيشتغل لو الصوره ما ايه لما ظهرتش او حصل فيها مشكله. حلو الكلام. ادي ريفرش، ادي الصوره ظهرت تمام جدا، بس واضح انها ايه خرجت عن الاطار بتاعها. ليه؟ عشان حجم الصوره انا جايبه كبير. طب انا عايز اخلي حجم الصوره بس على قد المساحه بتاعت الديف، فاقول لها الويتس 100% والهاي 100%، بحيث انها ما تخرجش بره الاطار بتاع الاب اللي هي شايله. حلو الكلام. كل شويه حلو الكلام، قشطه. تمام. هروح اهو هقول للايمج، انا بص انا هكتب ايه، هقول للايمج الديف الاب، مش ده يعتبر الاب اللي شايل الايمج دي؟ جميل. فانا بقول له هات لي اللي انا كتبته ده كده، هات لي الايمج اللي موجوده جوه العنصر اللي انت مديله كلاس اسمه زي ايمج، عشان بس ما يتطبقش على اي ايمج في الصفحه، يتطبق بس على الايمج اللي موجوده جوه الديف اللي انت مديله كلاس اسمه زي ايمج. حلو. هقول له بقى الويتس بتاعها هيكون 100% والهاي 100%، يعني معناه كده بقول له اشغل الحيز كله من حيث العرض الطول والعرض بتاع الاب بتاعك. اهو هاجي اعمل ريفرش، فعلا شغل نفس الحيز بالظبط كطول وكعرض. جميل. شكل العصفور ده شكله حلو صراحه، ظريف شويه. تمام. هنيجي بقى نظبط، ممكن مثلا تقول له انا عايز اخلي الصوره شفافه شويه قبل ما نظبط الديف التاني، فتقول له بصراحه تقول له الاوباسيتي مثلا نص مثلا، تكون كده مخفيه شويه. ممكن بقى لما عايز تزود حاجه تقول له لما اجيب الماوس عليها تظهر، اللي هو كده مثلا نزودها مفيش مشكله اهو. اقول له لما اجيب الصوره على الايمج، لما اجيب الماوس قصدي، اللي هو تقول له هافر الصوره تظهر تبقى الاوباسيتي 1. انت بتقول لما اجيب الماوس ده اللي بيتحرك ده على الصوره الاوباسيتي تبقى 1. اهو ريفرش، اروح اهو الاوباسيتي بقت 1، اشيل يرجع تاني الاوباسيتي، اروح تبقى 1. جميل جدا. هنيجي بقى للديف التاني ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الفورم بتاعتي بس فيها الصوره وتحتيها الهيدنج مثلا في لوج ان، وده ولنفترض هنعمله مثلا باراجراف ولينك، وبعد كده الفورم بتاعتي. نيجي نمشي واحده واحده. اول حاجه نجيب الصوره ونحطها. هروح اهو اول حاجه هعمل مثلا باراجراف واحط جواه الصوره، ادي الباراجراف اهو، وهعمل ايمج سورس لا الايمج طبعا، واجيب الصوره بتاعت اللوك شكل مفتاح مفيش مشكله اهو. هعمل ريفرش، هتلاقي الصوره هنا ايه تمام جدا جدا، بس واضح انها مش بدات من الاول، وانا هقول ليه دلوقتي. ادي الصوره ظهرت، انا عايز اجيب الصوره دي في نص الشاشه هنا، نص الشاشه هنا. جميل. حلو. فتقول لي الباراجراف اي حاجه جواك تتحط في النص. حلو. هاجي اقول له بس لاحظ ان انا هشتغل جوه كل حاجه جوه الفورم بقى، اللي هو يعني احدد كل حاجه اللي هي جوه الفورم. اقول له يعني ذا فورم الاول هات لي منه الباراجراف، هات لي الباراجراف اللي موجود جوه العنصر اللي انت مديله كلاس اسمه ذا فورم. موضوع تعبير. تمام. ادي الباراجراف اهو، هقول له اي حاجه جواك تتحط في النص، تبقى تكست لاين سنتر. هتلاقي الصوره فعلا اتوسطت، ادي ريفرش جت في النص اهي. جميل. بس واضح ان في مسافه من فوق، طب ده ليه؟ عشان الباراجراف واخد مارجن. يعني انا لو قلت له المارجن بتاعك زيرو ريفرش، هتلاقي بدأ من فوق عادي جدا، وده شغال بس عادي. ممكن نشيلها عشان بصراحه لخمه شويه، نشيلها في الاخر بنعملها. وادي ريفرش تمام. يبقى كان المشكله ان الباراجراف واخد مارجن، فخلاص انا شلت المارجن ده.
طب احنا واضح هنا ان في مسافة يعني، خلاص نرجعه مفيش مشكلة، هنرجعه تاني اهو، نقول للمارجن بس من التوب فين، او اقول له المارجن من التوب بيتحرك من فوق مثلا 10 بكسل، وادي ريفرش جميل. كمان شوية نخليه 30 بكسل، ريفرش حلوة جميل. احنا فين اهو، بعديها هنعمل الهيدنج، هروح اهو لل HTML بعد الباراجراف هعمل H2 وليكن هكتب فيه لوج ان، واروح اشوف الشكل، ادي ريفرش تمام، ادي لوج ان اهي. عايز برضو اوسطنها في نص الشاشة، اوسطن لوج ان في نص الشاشة جميل. طب قبل ما نوسطن لوج ان في نص الشاشة نبص كمان للي بعديه، واضح ان الفورم برضو كلها متوسطنة، وكمان الكيب دي متوسطنة، وده متوسطن، كله متوسطن. طب انا هقعد كل شوية اقول لكل عنصر يتوسطن في النص؟ لا، طب ما انا اقول للحاجة اللي شايلهم كلها اي حاجة جواكي حطيها في النص. طب ايه الحاجة اللي شايلهم كلها؟ اللي هو الديف نفسه الكبير ده، اللي هو الجزئية دي بس اللي هي واخدة فلوت ليفت دي، هقول له اي حاجة جواك تحط في النص. فببساطة اللي هو ذا فورم يعني، هتروح هنا كده تقول له ذا فورم اي حاجه جواك، يبقى التكست اللاين بتاعها سنتر، شكرا، وادي ريفرش، هتلاقي اي حاجه اتوسطت من غير ما انت تضطر تقول لها التكست اللاين بتاعك سنتر. جميل، نغير نوع الخط بتاع اللوج ان ده، شكله بايخ قوي. فين الهيدنج؟ ادي الباراجراف قصدي، لسه ما حددتش صح. هقول له ذا فورم هات لي منه الاتش 2، خلي الفونت فاميلي مثلا مونوسكيب مثلا، نجرب الخطوط دي، وادي ريفرش مش حلو. نجرب مثلا خط تاني وليكن سان سيريف مثلا، ريفرش جميل حلو ده. يبقى كده عملنا الجزئية دي والجزئية دي، جميل. هنيجي بقى للجزئية دي، عبارة عن ايه؟ ببساطة ممكن تقول باراجراف او تقول مثلا سبان، خليها سبان احسن، سبان وجواها لينك. جميل، السبان مكتوب ايه بقى؟ نكبر كده عشان مش شايف صراحة. نيد اي حاجة، نيد اكونت مثلا، هنكتب اهو بعد ال H2 هنعمل سبان، نقول له need account، وبعد كده هعمل جواه الايه بقى، اللينك الايه بتاع href مثلا، مش هيروح على حاجه فتقول له هاش، create account مثلا، ونشوف الشكل بتاعي كده، ادي ريفرش جميل. هو طبعا ظهر كده على طول عشان انا موسطنه في نص الشاشه. ممكن تغير الخط او نخلي الخط بتاع كل اي حاجه تظهر، يعني الخط بتاع البادي كله يكون نفس الخط. فروح اقول في البادي نفسه اللي في السي اس اس ان الفونت فاملي بدل مكتبه هنا كده، فروح اقول له خلاص انا هحدد نوع الخط بتاع الصفحه كلها اللي هو الفونت فاملي سان سيريف، فتقول البادي كله اي حاجه جواكي هتبقى الفونت فاملي بتاعها النوع ده. ادي ريفرش تمام جدا جدا، وادي الكرييت اكونت حلوه. ممكن بقى تلونها انت لون تاني، قشطه مفيش مشكله، احنا بنعمل بس الاستراكشر ونفهم الدنيا بتمشي ازاي. جميل، هنيجي بقى للفورم دي، نيجي للفورم دي. الفورم اليوزر نيم ده عباره عن الليبل بتاع الانبوت ده والباسورد ده، وكمان في حاجه هنا اسمها شو هنعملها دلوقتي، يعتبر الليبل بتاع فوق الانبوت ده. نيجي نعمل الفورم ببساطه اهو اللي هو موجوده في الفورم، بعد الاسبان هقول له فورم، الفورم دي هيكون جواها ليبل، ليبل الفورم دي هيكون جواها الليبل، اول حاجه اليوزر نيم، ثم ليبل كمان هنسميه الباسورد. حلو، حلو الكلام. بعد الليبل هقول الانبوت بتاعي، طيب تكست، شكرا، نفس الكلام الانبوت طيب باسورد من نوع الباسورد، ونشوف الشكل بتاعنا كده، وادي ريفرش حلو جدا جدا جدا. هنيجي هنا هعتبر الليبل، يعني واضح ان كلهم جنب بعض، فانا هقول للليبل يكون يعني بدل ما استخدم هنا بي ار، لا انا هعملها بالسي اس اس، هقول ان الفورم دي خلاص اتش 2 مش عايزه، ممكن استخدم كده على طول، اقول له الفورم هات لي الفورم اللي جوه الكلاس اللي انت مديله ذا فورم، هات لي منه بقى الايه الانبوت بتاعي او الليبل، الليبل ثم كمان الانبوت. كده انا عملت حاجه اسمها جروبنج، جروبنج للسلكتور، جمعت السلكتورات السلكتورز مع بعضيها. اقول له برده نفس الكلام هنا اهو، معناها بقول له هات لي الليبل اللي جوه الفورم اللي جوه العنصر اللي انت مديله كلاس اسمه ذا فورم، وكمان
هات لي الانبوت اللي موجود جوه الفورم اللي موجود جوه العنصر اللي انت مديله كلاس ذا فورم. حلو قوي. هتقول له ايه؟ هقول له ديسبلاي بلوك. ليه ديسبلاي بلوك؟ عشان يعتبروا يجوا جنب تحت بعض يعني. ديسبلاي بلوك بدل ما هم جنب بعض، لا يجوا تحت بعض. ادي ريفرش، فهم فعلا جم تحت بعض اهو. جميل جدا. بس لاحظت الايه؟ الانبوت جه على الشمال خالص. فانا ببساطه هقول له المارجن اوتو، مارجن اوتو، وادي ريفرش، فتلاقيه متوسطنه في النص صفحه بالظبط. طب ايه الفرق بين مارجن اوتو وايه الفرق بين التكست اون سنتر؟ اي تكست، المهم اسمها تكست اون، يعني اي عنصر ان لاين، اي عنصر ان لاين زي الصوره، زي مثلا الاسبان، زي اللينكات، الحاجات دي كلها عايز توصلها، فتقول له تكست اون سنتر. طب العناصر البلوك اللي هي زي الباراجرافات وزي الديفات وزي مثلا الاتش 2 وزي الفورم، عايز توصلها فتقول له مارجن اوتو. جميل جدا. هنيجي بقى نظبط نعمل مسافات بينهم، نقول له مثلا مثلا يعمل مارجن 10 بكسل من فوق ومن تحت، والاوتو من على اليمين والشمال عشان يعني يتوسطن بالظبط ويكون مسافات فوق وتحت اهو. فكده بعد لي بينهم تمام جدا. طب انا مش عايز اليوزر نيم يبدا اللي هو في النص بالظبط، فخلاص اقول له تكست اون نفت واعمل مثلا مارجن او بادنج، فاحنا هنخليها في النص وخلاص مش مشكله. عايز اعمل مثلا هنا بي ار بسيطه عشان يفرق بس عن الاسبان، هنا بي ار كده، وادي ريفرش، هو تمام كده ولا ايه؟ بي ار كمان ريفرش، تمام جدا جدا. عايزين نكبر الايه؟ اسمها ايه؟ الانبوت دي شويه، نكبرها ونظبط حجمها ونلعب فيها شويه. هاجي على الانبوت دي كده، هقول له الويتس بتاعها وليكن هيكون 600 بكسل، الهاي هيكون مثلا 80 بكسل، ونشوف الشكل كده. هاجي اهو ريفرش، لا كبير قوي قوي، لا 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 ايه ده؟ تمام، ادي كفايه قوي 200، وريفرش حلو 220 220، ونقلل خالص الهاي ده نخليه كفايه قوي 60 كده، ريفرش برضو حاسس انها كبيره قوي 30، حلو تمام كده كويس قوي. نيجي نقول لها نغير مثلا البوردر بتاعها، نقول له البوردر بدل ما يكون اللون الموجود ده، اقول له 1 بيكسل سوليد، اللون مثلا زي الاي اي، ريفرش كده، ومش هيظهر عشان الخلفيه بتاعته اي اي برضو، فاقول له اللون مثلا الاي او 2 2 2، ريفرش تمام حلو شويه، نخليه مثلا سي سي سي، وريفرش حلو كده. عايز لما اجي ادوس عليه ما يظهرش الاطار الايه؟ الازرق ده. فايه الخاصيه اللي مسؤوله عن كده؟ الاوت لاين، تقول اوت لاين زيرو فيشيل لك الاطار ده. تيجي تدوس اهو، انا دوست اهو بكتب مفيش حاجه خالص ظاهره، فتشال الاطار الاسود ده. طيب حلو. هنيجي بقى للجزئيه بتاعت فين الصوره اهي، اقلل تاني الحجم. هنيجي نعمل الزرار ده بتاع اللوج ان، فاقول له انبوت في ال HTML كده، اقول له الانبوت اللي مسؤول عن كده، الانبوت تايب باسورد، الانبوت تايب هيساوي قصدي سبميت، سبميت، واكتب مثلا الفاليو بتاعته اللي هو الكلمه اللي هتظهر، يعني الفاليو اللي هي كلمه سند مثلا، او زي هو كاتب مثلا كلمه لوج ان، واشوف الشكل. ها في الانبوت اهو، واروح اشوف الشكل، ريفرش تمام جدا، هو اتعمل لوحده 100% العرض يعني، عشان هو طبعا انا محدد اي انبوت هيكون الويتس بتاعه فين، او اي انبوت هيكون الويتس بتاعه 220 والهاي كذا، فهو اتطبع على كله. طب انا عايز بقى اللون بتاعه، اللون بتاعه لو شفنا الصوره كده نجيب اللون اللبني ده. طيب انا عايز احدد بقى مور سبيسيفيكيشن بقى، فاقول له ايه؟ ببساطه هكتب كده، اقول له هات لي الانبوت اللي جوه الفورم اللي جوه العنصر اللي انت مديله كلاس ذا فورم، بس حدد بقى، اقول له اللي نوعه من نوع سبميت، اللي نوعه يكون يعني الاتريبيوت بتاع التايب بتاعه يكون بيساوي الفاليو اللي هي سبميت. طب يروح يدور كده فين فين الكلام ده، الانبوت ده فيه تايب من نوع سبميت؟ لا. ده فيه تايب من نوع سبميت؟ لا. يروح يشوف هنا، اه فعلا فيه تايب من نوع سبميت، فيطبق على ده بس. هروح اقول له فعلا نجرب كده، هقول له مثلا الباك جراوند اللون اللبني، صراحه انا مش فاكر اللون ده لون ايه، مثلا كده نشوف ريد كده،
واكيد مش ريد يعني، بس نتاكد بس من الحوار. تمام جدا، ادي اتطبق. وليكن في طريقه مثلا، هو شكل اللون ده شويه، فانت تيجي كده على انسبكت وعايزين نجيب اللون ده ببساطه. مثلا تكتب هنا في تقول له مثلا اي كلر، اي كلر معين هيظهر لك الايه الحته الجزئيه اللايبت دي، تدوس عليها وتروح تعمل سيلكت على الجزئيه دي فيجيب لك اللون تحت اهو. تاخدها كده كوبي وتدوس اسكيب خلاص، وبعد كده تروح تقول له ادي اللون اهو، وبعد كده اعمل ريفرش. جميل. اي بقى حاجه جواه تقول له التكست، قصدي اللون يعني الكلر يكون ابيض، الكلر اف 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 اللون الابيض. ادي ريفرش. تمام جدا. ولا لون ايه؟ ولا اشوف كده اللون الابيض، بس واضح ان اللون غامق شويه، اللون ممكن نغمقه شويه. تعالوا كده نلعب في درجه الالوان بتاعته اهو، ادوس عليه اهو نغمق شويه، نجيبه تاني الغامق كده. تمام جدا جدا. ناخد اللون ده كوبي. تمام، واروح اهو اشيل هاش واروح اتاكد من اللون. ريفرش. حلو جدا. نكمل. هلاقي هنا في شيك بوكس وجنبيه كيب مي لوجن ان، وفي اتنين لينكات جنب بعض، اروح اعملهم بسرعه. اروح اهو بعد الفورم هيكون فيه، او نعتبرها جوه الفورم، هقول له الانبوت تايب تشيك بوكس، وبعد كده جنبيه هيكون فيه كلمه، لو رحت شفت كده كلمه كيب مي لوجد ان، كيب مثلا مي لوجد. وبعد الفورم هيكون فيه لينكين، ادي الاي اتش ريف، مش هيروح مثلا على حاجه، فاقول له اش فورجيت يوزر نيم وفورجيت باسورد، فورجيت يوزر نيم، واخده كوبي على طول اللي هو كنترول دي، فورجيت باسورد، واروح اشوف الشكل بتاعي. ريفرش. تمام جدا جدا. الانبوت ده واخد اون ديسبلاي بلوك، عشان كده جه لوحده كل واحد في عنصر، لكن انا مش عايز كده، عايز احدد بس اللي هو ده ما يكونش، يعني احدد اللي هو العنصر بتاع التشيك بوكس ده، اقول له الديسبلاي بتاعك ما يكونش بلوك اللي هو ان لاين، فنفس الكلام بالظبط. احدد ده بقى كده، بس اقول له بقى من نوع ايه التايب بتاعه، يكون نوع تشيك بوكس، مش انا عامل اي انبوت هيكون ديسبلاي بلوك فين، او اي انبوت اهو هيكون ديسبلاي بلوك، لا انا مش عايز كده، انا عايز اقول له ده بس ما يكونش ديسبلاي بلوك، فعكس البلوك ان لاين، فتقول له ان لاين، ان لاين مش انهيرت، ان لاين، واقول ريفرش، هتلاقي فعلا جو جنب بعض. طب الحته دي ايه؟ عشان الويتس، انت عامل ويتس اهو 220، فاقول له مش عايز ويتس خالص، كانك بتعمل ترجع كل حاجه زي ما هي، الويتس زيرو، وادي ريفرش، يعني ويتس على قده يعني 10 بيكسل مثلا كده. نجرب ريفرش كمان سنه، مثلا الويتس اوتو اللي هو حجمه يعني كده ريفرش، وده الحجم الطبيعي، فعايز ترجع خالص فتقول الويتس اوتو اوتوماتيك الحجم الاصلي بتاعه. ممكن بقى تلعب على التي وجنبه بالظبط، فدي نلعب كده على البوزيشن، تقول له البوزيشن بتاعك البوزيشن ريليتيف عشان نقدر نحركه براحتنا، وقول له توب مثلا يتحرك 10 بكسل من التوب، وادي ريفرش كمان جدا جدا. وادي الزوارين اهو، ممكن نغير حجم اللينكات شويه عشان شكله كبير، فتقول اي لينك، اي لينك عندي، نيجي هنا مثلا اي لينك عندي، فتقول له الايه مثلا الكالر يبقى نفس اللون ده كده اللي هو اللون اللبني ده، وكمان الفونت سايز يبقى حجم بسيط شويه وليكن 13 بكسل، ونشوف الشكل. ريفرش. تمام جدا جدا جدا. هروح اشوف اخر حاجه خالص اللي هي في سبان تحت هنا بتاعه الكوبي رايت، ممكن تعملها، هنقول له بعد كل ده اعمل لي سبان في الاخر كده، لسه في الديف ده طبعا، اقول له سبان مثلا اللي هو الانتيتي بتاع الكوبي، كوبي رايت، كوبي رايت مثلا، بس خلاص كوبي رايت اي حاجه، هو كاتب ايه هنا، احنا جايبينها برضو من الموقع، مفيش مشكلة، كوبي رايت خليها كوبي رايت ريفيرسد، جميع الحقوق محفوظة. وادي ريفرش، ادي الكوبي رايت، عايزين بقى ننزلها تحت شوية، فتقول له نيجي نحدد الاسبان دي، هو في اسبان تاني هنا اهو، انا عايز احدد الاسبان دي بس،
اديها مثلا كلاس وليكن اس بي سبان، اكتبها عادي ادي سبان مفيش مشكله، واروح اقول له انا عايز الكلاس اللي انت مديله كلمه سبان تعمل فيها ايه. اقول له مثلا الديسبلاي بتاعها بلوك، ديسبلاي بلوك عشان يجي في سطر لوحده اهو، واروح ريفريش عشان يجي في سطر لوحده، واحركها مثلا من مارجن المارجن توب مثلا وليكن مثلا 3% كده عشان ينزل تحت شوية، او زود شوية 15%. تمام شكلها كده كويس. وبعد كده هنخلي الخط بتاعها الفونت الخط بتاعها الكالر يعني الكالر لون مثلا زي ال EEE. وادي ريفريش هو مش ظاهر. انا هشيل بقى الباك جراوند اخليها ابيض عادي بتاعت الديف ده كله، فين الديف بتاع الزا فورم، هقول له الباك جراوند شكرا، فادي ظهر تمام جدا جدا. كمان ممكن نشيل بقى البوردر خلاص، البوردر بتاع الديف كله اللي هو الكونتنت، هقول له شكرا يا بوردر. ادي ريفريش شال البوردر تمام جدا. اروح اعمل شوف كده الصورة اصغر خالص تمام اوي اوي. هعمل باك جراوند اللي بادي بقى اللي هو اللون بقى اللي هو الشبيه بالابيض ده، اقول له الباك جراوند مثلا اف 5 اف 5 اف 5 اللي هو الشبيه باللون الابيض. ريفريش تمام جدا جدا. واجي اقول بقى للديف ده انت لونك ابيض، يعني هو انا مش كنت مش كنت شايل الباك جراوند من هنا اهو بتاع الفورم، انا اقول له الباك جراوند بتاعتك بقى لون ابيض، مش هو كان لون رمادي، ايه اقول له لون ابيض بقى اف 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 عشان يكون مختلف عن اللون بتاع الوضع. تمام جدا جدا. نيجي بقى نعمل نرجع الاوباسيتي بتاعت الشغل ده، ممكن ترجعها تسيبها زي ما انت عايز اهو، هقول له اوباسيتي 1، شيل الفراغ ده كله كده وادي ريفريش اهو، اروح عليها تعمل اوباسيتي ارجع ترجع تاني زي ما هي. عايز تسيبها زي ما هي سيبها زي ما انت عايز، مش عايز تسيبها مفيش مشكله. يبقى تمام كده بفضل الله خلصنا التصميم بتاعنا، هو كان تصميم بسيط مفيش مشكله خالص. الفكره بس بنقسم الدنيا قبل ما نبدا الكود، عندي ديف اليمين وديف على اليسار فلو، يبقى الفلو ده فلوت ليفت ده فلوت رايت. عايز احط العناصر في النص، طالما انت شايف كل حاجه في النص فقول لي الحاجه اللي شايلهم كلها التكست اون لاين بتاعك في النص، وقلنا الفرق بين التكست اون لاين والمارجن، والصوره ظبطناها على اليمين كانت خارجه بره عن الاطار، فتقول لي خلاص انا عايز اظبط الصوره دي تكون واخده الحيز بتاع الاب بتاعها، فتقول لها الويتس 100% والهاي 100% والهاي 100% عشان تاخد نفس الحجم بتاع الاب بتاعها. مجرد افكار بنجمع افكار من بعض بنراجع مش اكتر ولا اقل. اتمنى يكون الفيديو واضح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.